اي والله يا ابو الصلح، هلا فقت صح النوم زياد. شلونك اخي؟ اسمع، لا عندكم ببنايه بيت التصافي في وحده قال لها عزوجها من فتره انه شاكك بانه خاينته، مزبوط؟ ايه مزبوط. انت شو عرفك؟ اخي عرفت انت شو بدك. انا في واحد حكى معي وما رضي يعطيني اسمه، قال لي بانه زوجها واخواتها شاكين فيك انه انت اللي عامل العلاقه معها. انا لك شو هالحكي ها؟ اخي انا هذا اللي وصل لي، ما بعرف. الجماعه اللي حكوا معي قالوا لي نحن بنعرف انه زياد جارك، فخليه يدير باله على حاله لانه زوجها واخواتها ناويين عليه. دقيقه خليك معي. لك يا زلمه شو عم تحكي؟ لك اقسم بالله العظيم انا يا دوب بعرفها للمخلوقه. اخي انا هذا اللي سمعته، بجوز يكون حكي فاضي، بجوز يكون حقيقه. انا علي نبهك ونبهتك. طب ليك شريك بدي يسألك، يعني في هيك حركة غريبة ناحي المحل؟ ما بعتقد. شفت لك شي حركة غريبة قدام محل زياد؟ لا ما في شي قدام محلك زياد. يعني قولك اجي على المحل ولا ما اجي؟ لك والله ما بعرف شو بدي لك يا ابو الزوز، يعني الموضوع راجع لك. يعني لو كنت بمحلك بجي اكيد مشان ما ثبت علي التهمة. انت شوف شو بدك. بالله شو؟ يعني بكي شي حدا هيك لحقني او لاطيلي قدام المحل او عم بيراقبني؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا زياد. اخي انت شوف وتصرف، انت بتقدر تقدر الموضوع اكثر مني. طيب هلا بشوف شو بساوي. على راسي يا شريك. شكرا. اهلين زياد. خير؟ شو صاير معه؟ الظاهر اخواتها لربا شاكين بانه زياد هو اللي كان معه. يا لطيف، شو الصدفه هي؟ معقول؟ لك لا صدفه ولا شيء. بيت جوزة لربا بنفس البناية اللي فيه بيت زياد، هذا البيت اللي بيقضي فيه أموره. أيوة. طيب يعني في شي من هاد؟ لك لا طبعا ما فيك شي. وانت شو عرفني؟ شلون أنا شو عرفني؟ المخلوقة حكت لي. زياد حكي لك شي؟ شي مثل شو يعني؟ انه يعني بعرفه بيحكي كتير عن قصصه وغرامياته. حكي لك على شي جارته ما جارته هيك شي؟ لا لا طمن، ما صار هيك حكي بيني وبينه. اسألك على شغلي وما تتضايق مني. شو؟ والله ما بعرف شلون بدي اقلك يا اهلك صلاح، بس الموضوع صار كتير خطير. انت عملت مع هالمرة معروف كتير كبير، قدمت لها اللي ما حدا غيرك ممكن يقدمه لمرة، وخصوصا انه هي عندها وضع هلا، وطالما أهلها لساتهم عم بيدوروا على الموضوع عم بيبحثوا. أنا لسه ما رح تقفل على خير بنو. لا تاكل هم، انت لا تاكل. مرحبا يا شباب. أهلين. مرحبا. والله جاركم هذا الصايغ أي ساعة بيفتح؟ هذا وقته، تفضل. لا معلش، شكرا. الله معك. اتصل فيه له لا يجي، أو على الأقل يعني حطه بالموضوع. مثل ما بدك.